فير بلاي الاثنين 11 اكتوبر 2021 اهلا وسهلا بكم في موعد جديد من فير بلاي. فير بلاي فير بلاي موعد الرياضه على اكسبريس اف ام. انيس الجويني في الاخراج، ادم في الاخراج الرقمي، وسلام مدب معاكم في الاعداد والتقديم. تنجموا تتابعونا في تونس الكل من خلال الفريكونس نتاعنا، كما تنجموا تتابعونا ايضا من خلال موقعنا راديو اكسبريس اف ام .com، كما تنجموا تشاهدونا ايضا من خلال اللايف ستريمينج اللي يبدا بعد شويه ان شاء الله، تلقاوها على صفحتنا اكسبريس اف ام والا الصفحه الخاصه بالرياضه اكسبريس اسبورا. فير بلاي من توا من 3 حتى 4 تاع العشيه كل يوم من الاثنين للجمعه. اليوم حصتنا باش تكون اكيد خاصه بالحدث بالمنتخب الوطني التونسي، مقابله البارح تعادل منتخبنا ضد منتخب موريتانيا، البارح التعادل السلبي دون اهداف، منتخبنا الاداء فيه برشا كلام. دونك على ذاك حصتنا اليوم باش تكون مخصصه للمنتخب الوطني التونسي، ويحضر بحضنا ضيوفنا المحلل الفني طارق المسعودي. شنو احوالك؟ مرحبا سلام، تحيه ليك، تحيه مستمعي اكسبريس اف ام. شنو الامور؟ صوا الحمد لله. خويا منور القنوات الليبيه خويا 218 والدنيا والمنتخب التونسي باهي الجو عجبك غاديه؟ الله يعطيهم الصحه، فرحوا بينا، فما حاجه باهي. المدير الالهي تونسي معناها ولد الصحافه، وان شاء الله قلت لي عجبك الجو بعد البلاتو اكثر من اللي قبل البلاتو. صحيح صحيح. ايضا يحضر معنا العربي جابر اللاعب السابق الترجي التونسي سي ابي، مسيرة كبيرة عربي، شنو حوالك؟ مرحبا سلام، ومرحبا بكامل مستمعين اكسبريس اف ام، ورحبوا بخويا طارق وسي سامي اللي وحش اخويا. مرحبا بك ايضا الزميل الاعلامي سامي العكريمي، مرحبا سامي. اهلا بكم، اهلا بالمجتمعات والمستمعين. مرحبا. دونك نحكيوا على مقابله منتخبنا، ندخلوا طول في صلب الموضوع باش ناخذوا كلمه عامه على المقابله البارح، وبعد ندخلوا اكثر في التفاصيل. نبدا معاك طارق، كيف شفت الماتش؟ ماتش اقل من عادي، ماتش معناها مانيش نحكيوا على دو بوان اللي ضاعوا، مي نحكيوا على البريستاسيون، معناها مش نقولوا ما فماش جديه في التعامل مع الماتش، مي المنتخب كان بعيد على النيفو اللي احنا نحبوه. منتخب موريتاني متوسط على الاخر، خذا اول نقطه معنا احنا، ما فهمش علاش معناها باش نمشيو نجيبو 3 بوان من غادي. البارح ضيعنا 45 مينوت الور لا، معناها الشوط الاول كان المنتخب بعيد برشا على النيفو نتاعو. الميتون الثاني تحسنت شوي، مي باقي معناها بعاد على النيفو اللي استنى فيه جمهور المنتخب. نحكيو روندمون انديفيديوال ولا كوليكتيف تكتيك، الملاعبيه اللي بداوا، الملاعبيه اللي دخلوا من بعد، ما بصراحه ديسيبسيون البارح كبيره، وخاطر احنا ماذا بينا كنا نستناو كل ما نقربوا للبطوله العربيه اللي في الدوحه الشهر الجاي والكان تاع الكاميرون، معناها المنتخب يبدا معناها بروغريسي بشويه بشويه. احنا توا الماتش بتاع البارح رجعنا مستفر، معنيش حتى مشكله في الترشح، انا تو متاكد ما عنديش مشكله في الترشح، مش نترشحوا الاولانيين في البول هذه. ليك اللي زانديس ما همش باهين، طبعا نحكيو صعبنا شويه المهمه، ليك اللي زانديس مش ما همش باهين. انا عمناو اسلام في البلاتو هذا، تكلمت على سيف الجزيري وقلت راه لازم تثبيت سيف الجزيري في هجوم منتخب. العب سيف الجزيري وكانه مازال ماتش يلعب ماتش لا، ومره اخرى نرجعوا الوهبي الخزري اتاكون في الماتش اللي فات، اللي هي يعني بالنسبه عندي زوز ملاعبيه انا مش نحكي عليهم بالقدا، محمد علي بن رمضان وسيف الدين الجزيري. طبعا نحكي بك، دخلت اكثر من التفاصيل، حبيت ناخذ كلمه. رجعنا الوهبي الخزري اون بوينت، رجعت نفس الحكايه، ما كانش ماتش كبير في الاهلي، وفي الرتور كان ماتش بعيد برشا على اللي يستنوا فيه. عربي بون، المباراة ما كانتش يعني كيما حبيناها، حبينا نمشيو غاديك ناخذوا 3 بوان تاعنا، وتكون عندك أفضلية معناها على المنتخبات اللي وراك، وتاخذ أسبقية يعني معنوية ومريحة باش ما تلعب ماتش مع غينيا، تكون مرتاح ولا فافوري عليها زايد على 3 بوان. دونك الغالب لي كونديسيون ماهمش نتصور في العموم، دونك نتصور تيران ترتون، فما تغييرات طبعا نحكيو عليها. جا دو زوكازيون في الماتش ما همش معنا كبار برشا، لكن نتصور اون غروسو مودو يعني المباراة ما كانتش في القيمة اللي حبيناها، ما كانتش في المستوى اللي حبيناه، فما شوية يعني نقولوا بتاتر تعب، بتاتر يعني التيران صعيب شوية، لكن هذا يعني تعرف التيران العربي ولا لا؟ لعبت فيه ولا لا؟ لا تيران ما لعبش في موريتانيا، اما ساسوفو يعني اللي ترتون يعني يقلق شوية الملعبية، لكن هذا ماهيش عذر. المستوى كان نقولوا احنا بون، نقولوا هزيل، ما كانش مع مستوى نتاع المنتخب اللي نحبوه يوصلوا له، معناها كيما نتصوروه. المستوى ماهوش يعني لعب ضد موريتانيا
دونك كان تحب تمشي كوب دي موند وكان تحب توصل مربع الذهبي او توصل نهائي كاس افريقيا يلزمك تربح في رادس وتربح البرة كسوة المنتخب وكسوة يعني لي كونديسيون لي يرضوك. اعطيك مثال باغ اكزومبل اليوم منتخب جزائري يمشي في موريتانيا اقل حاجه يمشي يربح 3-4 دونك هذاك الفرق اللي يخلي اليوم المتفرج التونسي انه يتقلق من لي كونديسيون تاع من لي ريزلتا تاع منتخب التونسي كونتر موريتانيا انه في رادس نجم نربحوا البرة نجم نجيبوا انا زيرو بالسيف. دونك هذا ما صارش البارح على كل يعني مباراة لنسيان ما كانش فيها منتخب التونسي في افضل حالاته فما دي زوكازيون صحيح لكن منتخب موريتاني كان بلوز اغريسيف علينا كان حاضر تحسوا كان حاشم المباراة رغم اللي هما 3 بوان يعني وش يعني حتى معناها كان ربحنا ديما يقعد تقريبا خارج من المسابقة لكن حسيناه كانوا ديربي منتخب موريتاني كان جاهز اكثر من منتخب التونسي. سام أنا نحب ساعة كان تسمح نحب نهني شعب الرياضة بصفة عامة وشعب الكرة بصفة خاصة بعودة الوزير المقال قبل 25 جويلية وزير الشباب والرياضة كمال دقليش نسكر القوس هذايا اللي باش يفتح العديد من الأقواس الأخرى إن شاء الله. الحاجة الثانية زوج ثلاثة ملاحظات معناتها على المباريات اليوم معناش تشكيل معناها التشكيله الاساسيه في الفريق الوطني تكلمنا احنا تحدثنا برشا مرات على مساله حارس المرمى اليوم التشكيله الاساسيه برمتها وحتى معناتها الرسم التكتيكي وكل الرسم التكتيكي اللي شفناه البارح ماهوش الرسم التكتيكي اللي مستنسين نلعبوا به معناتها نلعبوا وتو بعد نقول له. الحاجة الثانية الرسم التكتيكي كيفاش مش نفسه كاترو وترو نفسه ولا الملاعبية تبدل وقت تشوف انت وقت تشوف الصخيري فين لعب وقت تشوف السليتي فين لعب ماهوش ما معناتها توزيع الادوار وتوزيع لي بوست واحد وكل ماهمش معناتها اللي مستنسين عندنا معناتها في الفريق الوطني. الحاجة الثانية نحب نقولها ممكن في تاريخ كرة القدم التونسية اكثر تشكيلة هجومية هبطت كلهم هبطوا بن يوسف هبط والخزري هبط والجزيري هبط ورفيعة هبط وبقيرة هبط صفر أهداف هذا زادة معناتها شيء مهم جدا ليش نو راجع هذا؟ لا ما نمانيش فسروه طوى بش فسروه بعد الملاحظة الثالثة الملاحظة الثالثة كانت تسمع احنا المباراة هذية كنا نعرفه معناتها مسبقا ان هذه المباراة اللي باش ترشحنا في المجموعة هذية المباراة اللي باش ترشحنا في المجموعة هذه بعد نرجع للفريق الموريتاني المباراة هذه ما ربحناهاش بس سجلناش اهداف. باهي خلينا نبدا معك انت يا عربي مادام حكيت انت على التغييرات في التشكيلة كنا الماتش اللي فات حسينا كأنه فما نواة في المنتخب فما سبعة ملاعبية بداوا الماتش الأول مع موريتانيا تقريبا كانوا نفسهم في مقابلة زامبيا ومقابلة غينيا. فرحنا قلنا ولا عنا نواة في المنتخب ولا عنا هيكل باركونتر تفاجئنا ماتش البارح صاروا تقريبا خمسة تغييرات ما فهمناش علاش حسينا كأنه التعامل مع مقابلة كأنه ماتش ودي كأنه ضمنين ترشح بون الشواء متاع سيماندر نتصور بون ما نعرفش هو بالضبط شنو خمم بالضبط اسكو خمم في التعب اسكو خمم حد يعطي اكثر بون خلينا سامحني عربي فما لاعبيه هما عندهم اصابات خفيفه مثلا كيما خزري والا مرياح لكن فما تغييرات فهمناهمش معناها كيما سعد بقير والا كشريدة والا هذوما ما فهمناهمش تغييرات علاش حبيت نقول لك سلام اسكو معناها لونترونور يحب يعطي طون جو للاعبيه ويحب معناها يخلي الاجواء متاع لو فيستير اللي نحكيو عليها الناس الكل ما نجموش نخبيوها تقعد يعني في دو ماتش اكيليبري وناس كل تلعب وناس كل تكون شاركت ورغم اللي معناها تنجم تقول فما نوع من استسهال المنافس معناها كي تمشي تلعب في موريتانيا سامي هذايا في لي ماتش اميكو باش تعمل ريفيو ديفيكتيف في لي ماتش اميكو انا حاب نقول دونك هنا ما نعرفش انا شنو انت قلت لك حسيناه ماتش ودي ما نعرفش شنو هو تخمام تاع منظر لما تغير الطالب مكان مرياح مثلوثي مكان مشريده كشريده جزيري مكان الخزري عندك رفيع مكان بسليمان وتزيدهم سيسي مكان بقير هنا غيرت خمسة على بالنسبة للتشكيلة اللي ربحت ثلاثة في رادس ومع لي كونديسيون اللي يعرضوك في موريتانيا مع الفوياج مع السخانة مع يعني المنتخب الموريتاني كان جاهز أكثر منك دونك نصور في صعب عليك مباراة وهذاك اللي صار هنا اش حبيت نعرف أنا حبيت نعرف اسكو معنا المنتخب اللاعبين اللي كانوا مرتاحين معنا هما معنا اللي رايحوا المنتخب اسكو معنا فما تعب كيف تحكي ولا تعب دو بيت سيزون اليوم صعيب شوية
كان باش نحكيو على كان باش نحكيو كما قال سامي المباراة مهمة اللي لازمنا نربحوها باش تاخذوا عليها معناها باش تاخذوا نقولوا الفرق اللي بينك وبين غينيا كما قلت هو جبران بيتعادل غينيا اخر لحظة معناها في المقابلة رانا هنا اسلام ما عادش نحكيو على تغييرات لازمك تخلي الأمام ايكيب اللي ربحت في رادس وتمشي تلعب بالايكيب تيب وتلعب بالايكيب تشولير وتجيب معناها تولي 13 بوان معناها وتسي وسكرت الموضوع وروحنا على رواحنا ومنتخب التونسي ضمن تأهل بنسبة 99% هذا ما صارش انا نقول بتاتر المنتخب يعني حب معناها يربح نقول احنا عصفورين بحجرة تمشي تغير وتخلي الاجواء ممتازة وناس كل تشارك وتربح لا هنا ظهر لي الحسابات كانت غلطة شوية مشينا معناها حطينا رواحنا اليوم في ديستياسيون ماهيش باهية رغم اللي هذا معناها ما كانش مستوى ممتاز وخسرت 3 نقاط اللي كانوا معنا ينجموا يرشحوك والثالث حاجه اهم عندك مباراه مع غينيا الاستوائيه اللي هي كانت تربحك تولي ادي بوان دونك هنا الاسلام صعبت على الاخر على الاخر دونك نتصور ان الحسابات كانت غلطه شويه رغم اللي سيبيان هو واحد يبدل اما كتبدل لازمك تربح يفهم عليك تبدل حكيت طارق على التغييرات بين الشوط الاول والثاني قبليك باش نمشي فاصل قصير وبعد باش تفسر لي شنو تبدل في المنتخب بين الشوط الاول والشوط الثاني بيعف مشروع ولا صاحب شركة صغيرة أو متوسطة وتحب تطور مهاراتك في الديجيتال وتكتسب خبرات جديدة فيسبوك بشراكة مع سيت تونيزيا توفر لك الفرصة هذه من خلال البرنامج بوست ويت فيسبوك نهار 14 أكتوبر مع ماضي 3 متاع العشية على صفحة سيت تونيزيا تحبوا تعرفوا أكثر تفاصيل إكسبريس اف ام تعطيكم موعد نهار 14 أكتوبر مع 38 دقيقة في برنامجكم إكسبريسو فير بلاي رجعنا من جديد في فير بلاي نرجع معك طارق قلنا المنتخب تقريبا خسر شوط اول كامل ما شفناش منتخبه حتى موريتانيا كانت افضل منا علاش خسرناه الشوط علاش ما بديناش نلعبناش الشوط المقابله كامله كما دخلنا في الشوط الثاني شنو تبدل في الشوط الثاني شو اسلام انا حتى كان نمشي معناها بالملاحظه نتاعك انت مهمه لكن حتى اذا كانت تغيروا 5 ملاعبية مش من حق المنتخب التونسي بشافت بالصوره هذيك يعني فوارق كبيره برشا بيننا وبين موريتانيا في كل شيء معناه حتى المشال عبد الزيام معناه لاتيرال دروا كما نقولوا في مخ منظر كبير هو كشريده والثاني هو حمزه المتلوثي معناه مش يكون حمزه المتلوثي بعيد برشا ما يبعدوش برشا في النيفو هم بتبعدهم ما يبعدوش برشا ما فما استابيليتي من عشان تعرف خير مني تكنيسيان فما استابيليتي في الاكيب ما جبتش برشا انا اللي قلقني انه ما فماش ريتم بالكل في الماتش ما فماش ريتم بالكل هذيك مش اختيار الملاعبيه اختيار ملاعبي بوتيتر انا بالنسبه لحمزه رفيعه نتصور مش ماتشوه انا في موريتانيا البارح كنا مستحقين ملاعبي اكثر سير بلون فيزيك باش يعطيو له ماكسيموم مي غروسو مودو ما فهمش ريتم ما فهمش ريغور في اللعب يعني ماتش عادي ماتش نورمال لعبنا ماتش نورمال معناها ما تحسش فما معناها حرص على باش نجيبوا 3 بوان ما فهمش في الدويل في الريتم اخذوا علينا برشا كور في الوسط سيفري البير الجديد طالبي براون عملوا ماتش يتسمع ماتش محترم وهنا نرجع لك على طالبي راهو عندنا برشا خممنا فيه لانه عندنا 3 سنين ولا عامين يلعب براون مريح لازمك ديما تخمم في البلون بي دونك او ضربه دونك او حمراء دونك او اول ماتش البارح يلعبوا منتصر طالبي معناه ماتش اوفيسيال وخذا ماتش كامل دونك لهنا كي باش تحكي على جيستيون تاع الافكتيف هنا زدت تخمم فيها سيفري احنا انا فرحان بالمردود تاع طالبي لكن المدرب ديما يزمو يحضر السيناريوهات هذوما لانه في البلاصه الكل عندك دي دوبلور عندنا عامين لاك سنترال واضح مريح براون اللي هو مش مقنع اللي مش مقنع لاك سنترال تاعنا مش مقنع مش مقنع ما وسيتان تو ما نجموش نحكيو على لاك سنترال وحده لكن المشكل انه احنا زاد ما عندناش بديل معناها في مخ مدرب الوطني تو نسميه كان طالبك هو فما تحكي على لاكس كانه حط روحه لشوا نتاعو ليميتي انت كي تعيط لواحد فقط انا هو يقولوا سامي الحدادي انا ما يحسبوش خاطر حتى في جمعيته يلعب هذا الجوش وساعات يلعب في اللاكس كيلعبوا بثلاثه في اللاكس اي مسامي نجم يلعب في اللاكس لكن ماهوش حل يلعب لك ماتش اثنين تبدا انت في كومبيتيسيون فما تشكون تش تعيط من لاعبين اخرين ما عرفش نسيم هنيد انا يلعب في قطر ولا ما عرفش وسيم هنيد بالعيفه عمل 6 شهور كبار برشا
والوليد بيدهم هما الحق معناها ريجور كبير خاصة براون معناها ملاعب اكزومبلير مريح عنده ساعات شوية اخطاء يشد كورة اكثر من اللازم فمكسيد كونفيونس لكن زادوا هما زوز البير هذوما عملوا برشا ماتشوات وهزوا برشا ماتشوات وحدهم توا بالفورمة الكبيرة متاع سخيري وعيدوني والبلاصة الثالثة شكون شكون معاهم في الوسط معناها يكونوا هما اكثر مرتاحين معناها ما نحكيش على ماتش موريتاني لانه ماتش موش ريفيرونس بالكل معناها ماتش او بلي لي شونجمون قلت لي مخر صاروا لي شونجمون تحكيوا عليهم بعد كان لقفنا من ميتون راهي تحسنت اللعبه ممكن رانا كنا نجيبوا اوكازيون ولا اثنين ولا ثلاثه نجم توفى بها تقتل بها الماتش وموريتاني على فكره حتى بالنول نحاول مدرب اليوم واحنا ظهرنا معاهم شربوا معاهم في البطوله العربيه شربوا معاهم في الكوب دافريك صحيح سامي نحن نسالك على نقطه البارح بالمو معناتها ما عادش عندنا جمهور نتاع المنتخب تقريبا عملت شويه دوره في المقاهي الناس كل حتى ماتش اسبانيا وماتش فرنسا حتى في فيسبوك بعد الماتش تحس الناس كل تحكي على ماتش اسبانيا وفرنسا جمهور تقريبا فقدنا ما عادش عندنا جمهور منتخب في تونس لا هو ما بيناتنا كما كلمتنيش انت البارح قلت لي باش تجي ما كنتش نتفرج في مباراه تونس وموريتانيا لا معناتها بكل صراحه ما كنتش نتفرج في المباراه معناتها يلزم واحد يكون مازوشيست باش يفلت ماتش فرنسا واسبانيا ويتفرج في تونس وموريتانيا معناتها الانسان اللي يحب الكره حتى كان هذيك المهنه نتاعو لكن انت فكرتني في المهنه نتاعي كلمتني دونك وتعرف 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 شنو هو الاس ام اس اللي بعثته لك عن طريق انا في الزوز ولا تليفون جست حبيت نقول حاجه هو معناتها الامبريسيون اللي كانت عندنا البارح انه الفريق الوطني التونسي والمدرب الوطني التونسي يلعبوا في ماتش اميكال كل التشكيله الاساسيه والتغييرات والريتم وكل شيء وكانه ماتش اميكال الور كو معناتها المباراه نتاع البارح مباراه مصيريه للترشح في معناتها وتخرج الاولاني من المجموعه هذه ثم ملاحظه ثانيه ممكن معناتها مسعودي وجابر معناتها يكونوا معناتها موافقين معايا تكلمتم انتم مع الفريق الموريتاني فريق الموريتاني البارح سيتي لادفيرسير ايديال المنافس المثالي خلانا نلعبوا تكتيكمون ماهوش معناتها فريق قوي ما ثماش كريغور تكتيك ما ثماش ما ثماش الماركاج ما ثماش فريق لعب وخلك تلعب وقت لعبوا وخلك تلعب وانت عندك في المستوى نتاع اللاعبين اللي عندنا عندنا لاعبين كي اون دو بون بيي سخير يا دو بون بيي سليت يا دو بون بيي بغير دو بون بيي سيسي يا دو بون بيي جزيري معناتها من المفروض انه مباراه البارح نربحوا 3-4 بكل اريحيه الوهم ربحناش شوف المساج اللي يعطيه المدرب الوطني ولا اي مدرب للاعبين نتاعو وكانه اعطاه مساج انا اليوم مش نجرب سيدي باش نغير وباش واحد وكل دونك هبطوا اللاعبين في المونتاليتي هذيك ما ثماش ما تعركوش على الكره ما ضربوش على الكره خسروا برشا ديوال ضد فريق قلت لك اللي انديفيديوالمون كوليكتيفمون ما كانش يقلق بكل معناتها يشيخ واحد معاهم كره هما يلعبوا حلين اللعب واحنا اون افي لا بوسيبيليتي بالملاعبيه اللي عندنا وبالامكانيات اللي نقول عليهم انا متواضع الفريق الوطني كنا المباراه نتاع البارح كنا نربحوها جوست حبيت نعمل انا رمارك على خزري مش مضروب خزري من معناتها الملاعبيه اللي يحكموا في الفريق الوطني كيما مساكني كلوا خويا مباراه مش مهمه برشا ما تلعبنيش تيتولير انا عندي سنتيتيان ليكيب نتاعي يوم ديفيكولتي هذه معلومه ولا تتصور انت عادوا كان واحد 40 سنه كوره ما يفهمش الحاجه هذه تضحك مسعود انت كان ما يفهمش الحكايه هذه معناتها يمشي يبدل حاجه اخرى يمشي يعمل شطاح ما حبش يلعب بيسير قال للمدرب نتاعو انا ما تلعبنيش انا عندي شامبيونان وعندي سنتيتيان اون ديفيكولتي وعندي واحد وكل دونك ولو انه هو الماتش اللي فات في مع موريتانيا معناه خرج ما كملش الماتش خرج مضروب باش نحكي لك انا شوف تو خرج مضروب كان هبط البارح معناتها ماهوش مضروب كان هبط البارح ينجمش يجازف بلاعب مضروب ينجمش يجازف بلاعب معناتها كادر في ليكيب ناسيونال وليكيب نتاعو سانتيتيان معناتها اونغروس ديفيكولتي دونك يختار ماتشويت والخزري بيان سور شوف هذه
نعودوها ونسكروها. شوف هذه حكاية الأشياء الخفية غير خفية بالنسبة للصحفيين اللي سايرة في الفريق الوطني، شكون يهبط الفورماسيون، شكون يعيط لليستا، وشكون يحكم وشكون ما يحكمش من جوارات من واحد وكل دونك شيء. هذا أنا شخصيا يقلقني برشا، يقلقني برشا، يقلقني أكثر، يقلقني أكثر وقت تجي مباراة كما البارح على بورتي. وإلا كان خذاء القرارات، ما نقولوش القرارات الضرورية، القرارات المعقولة، سيليكسيونور ناسيونال راهو ربحنا المباراة هذية وراهو تطويت الحكاية هذية. الماتش زي ضد غينيا جرب اللي تحب وعايت وعايت لشكون تحب يا سيدي، ما تعايتش للمجموعة هذيك كل مشي هز مجموعة أخرى كان أنت تحب تجرب. دونك فوالا ثم شوف مش نقاط استفهام، أنا عندي الأجوبة، لكن بالنسبة اللي يشوف من برا، اللي يشوف من برا ثم العديد نقاط من الاستفهام، وإلى يومنا هذا إلى يومنا هذا ما عندناش الأجوبة. خلاص لك أنت يا عربي، كنت لاعب قبل ولعبت حتى في المنتخب في وقت من الأوقات، ينجم اللاعب معناه يقول لي ما نلعبش؟ قول الحق. لا عربي قول الحق. هي تسير 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 بون. أسمع ما 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 نبعدوش لبعيد، في الصيف في اللي صاروا في الصيف المنتخب التونسي لعب كلكم ماتش ميكو ثلاثة يعني مقابلة مباريات، وفهم أربعة ثلاثة ملاعبين يروحوا. صحيح بيهم فيهم الخزري وفيهم فرجاني كيف كيف يوسف المساكني فيهم فرجاني، فوصلت بوليتيك معناها وحكيتوا علينا انتم كصحفيين وقلتوا معناها ومو مش مضروبين وسيور متاكدين وكذا وكذا، وخرج الناخب الوطني قال وقال مصابين. شكون تعمل لوتوريزاسيون ولا فهمت بالرغم 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 من من انف الناخب الوطني شكون خذا القرار هذاك؟ اي حاجه خطيره خاصه انه بعد نقاوم المنتخب كانه ما صار حتى شيء. لا يتعاودوا دي كومبورتمون يتعاودوا، تولي حتى اسلام. انت كملاعب تشوف صاحبك هكاك تولي حتى انت مع الشاين يلعب كيف كيف. راهو شوف راهو يا دي فوا يبدا ملاعب عنده بليسور صغيره، ينجم يكون ناخب الوطني يخاف عليه يقول لك انا نخمم في الماتشات الجايه انه كان لعبوا مباراه هذه ممكن يتضرب ولا اصابه نتاع شهر وشهرين ونخسروا الناس كل. ينجم يكون بار اكزامبل وهبي هو معنا يمشي يحكي مع لونترينور نورمال يقول له راه انا ما نحس روحي متقلق ما تلعبنيش، راه حدا كان باش هبطني راه ما تلقانيش حاضر 100% ولا دونك شوف حد اخر. شنو هي تهديد يا اخي معناها؟ لا لا عاديه 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 اسلام، نجم انا نكون ملاعبي معنا ما ظهري وجع فيا ولا عندي بروبليم مسكولير دونك نمشي نعلم الكوتش ونعلم الستاف ميديكال وهما بعد يقرروا يحبوا يلعبوني ما يلعبونيش. هنا شو يصير في قضيه الحال ديما الاغلبيه نتاع البليسور نتاع ملاعبي انا ملاعبي مش متقلق شويه راه ديما 80% ما يلعبوش. وفما اللي يهربوا من يعرفوا مش يلعبوا يعرفوا كان يهبط تشولير راه مش يأدي الواجب نتاعو وقتها يولي اللوم على ستاف ميديكال وعلى ستاف تكنيك. خلاص لك فما اللي يهربوا من السانتيتيك ما يحبوش يلعبوا فوقه. فما عادي عادي فما ملاعبيه اليوم كان تهبط تلعب في السانتيتيك عندها دي بروبليم في ظهرها ممكن في ليزارتيكولاسيون في الشوفي في الركيب دونك هذه حاجه عاديه فهمت. اما انه ملاعب معناها ما يكون عنده حتى شيء وما يلعبش وانا يقول يختار الماتشوات هنا لي هنا سي غراف انه عندك اكسكيوز نتاع بليسور نتاع 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 تيران يقلقك نتاع انك تلعب تنجم تنصاب وتولي تطول اكثر المده هنا نمشي معك ما يسالش. اما انه ما عندك حتى شيء وتتخاذل او ما تحبش تلعب هنا دونك تولي خايبه ومش باهي للناخب ومش مش باهي الناس كل دونك نتصور انا تصير عاديه ما انهم لاعبي يحس روحهم متقلق شو دي فوا فهم لاعبي راهو سلام يجي عنده مشكله حتى في عائلته يقول له راه يقول له ما تعملش علي انا ماني جاهز اليوم راه ما عندي حتى شيء مانيش مصاب ذهني ماني جاهز دونك سريع فهمت فوتبول. اما نتصور انا وهبي عنده كاركتير اللي هي هي ما تنساش هذول اللي هبط ينجم كجا مصاب راه ما هبطوش كجا مصاب يقعد في تونس هاني نقول لك احنا نعرفوا كيفاش معناها تتعدى الامور وكيفاش معناها يصير كجا مصاب وهبي الخزري راه يقعد في تونس وما يمشيش يعمل ديبلاسمون نتاع 5 اور الوغ كو مش باش يلعب باش يولي له تعب زايد ويولي له معناها فوتيك معناها على بعضه دونك يولي يقعد في تونس ولا يمشي يداوي في سانتيتين ولا يقعد سانتيتين يقعد بالضبط فهمت دونك انا نتصور معناها شويه تكتيك ما في حد شيء فهمت شويه وفي النقطه نتاع الخزري والجزيري برشا كلام عليهم الزوز معناها هل الخزري معناتها في البوست هذيك معناتها برشا كلام انه ما يستحقش يكون غادي معناها ماهيش بوست نتاعو ديما مع اصرار كبير انه يكون في البوست هذيك. والله شوف لو كان باش تحكي عليه شويه اليوم عندك سليتي على اليسار عندك ادروات نجم تلعب عندك برشا سامي عندك يوسف دونك تقعد المكان الشاغر اللي هو اللي راس حربه تقعد بين الجزيري والخزري دونك بوريفيتي المشاكل انا نقول بوريفيتي المشاكل
نحكيه معنا كارتر تابل وهبي لو كان يلعبش يعمل برشا مشاكل في المنتخب. شوف اسمعني وهبي كان يلعبش أو يعمل برشا مشاكل رغم اللي هو فالورسيور ورا ويعطي كي يبدا في افضل حالاتهم افضل لاعبين. اما وهبي كان تخمم باش تحطه معنا سور لو بون ولا تخمم ما تلعبوش ولا تعطيه ولا تنقصه من القيمه نتاعو راهو الافكتيف راهو الاجواء في الفستيار تولي خايبه برشا. انا جست حبيت نعمل ملاحظه فنيه كان تسمحوا لي. خزري لعب اوكازيونيلمون بالضرورة سواء في بوردو سواء في سانت إتيان سواء وقت مشى لإنجلترا لعب مرات أوكازيونيلمون لعب أونتون لعب مونتا. قوة الخزري سي أن جوار إكسبلوزيف سي أن جوار كي عنده تكنيك عنده لو تير عنده لو تير. قوة خزري على اليسار ولا على اليمين هو إسونسيلمون يلعب على اليسار معناتها على اليمين إسونسيلمون لو رول اللي تشرف فيه واللي 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 تألق فيه هو على اليمين. بون انت ما عندكش بون سنتر ولا حبيت معناتها جات ضروره معناتها تكتيكيه ولا ضروره عن مع لابون سنتر تاعك ما يلعبش ولا ما عندكش بون سنتر تلعبوا هكاكا لكن ما تنجمش تثبتوا في ما تنجمش تثبتوا في وقت تثبتوا في المكان هذاك فنيا تخسر 80% من الخزري. مازلنا باش نحكيو على مركز قلب الهجوم باش نجيك انت تعلق خاصة قبيلك حكيت على الجزيري وكيف كيف من لاعبي اخر اللي هو محمد عيب رمضان لكن فاصل الاخبار وبعد راجعين.